السلام عليكم، كيفكم شباب؟ انا مؤيد من قناة وورد اوف تكنولوجي، ورجعنا لكم يا شباب بسلسلة جديدة من برنامج الايديت والتعديل اللي هو الفوتوشوب. بس قبل ما نبدأ الحلقة، فضلا وليس امرا تنزلوا تشتركوا تحت بالقناة وتفعلوا جرس الاشعارات، ويلا نبدأ. طيب يا شباب، ورجعنا بالدرس السابع من سلسلة تعليم الفوتوشوب للمبتدئين. واليوم أنا قررت أنه أعطي قائمة واحدة، واللي هي صراحة قائمة كبيرة وجدا مستخدمة بالفوتوشوب، واللي هي قائمة الـ Image. عنا أول شيء واللي هو المود. المود هو مود اللون، يعني في كذا لون بالفوتوشوب بيستخدموه. مثلا إذا عملت أنا جراي سكيل، بس بيكون عندي اللون تبع الجراي اللي انتو شايفينه. واغلب المود اللي دائما الفوتوشوب بيستخدموه هو ال RGB، اللي هو Red Green Blue Color. في عنا تحت شغلة اللي هي 8 bit و 16 و 32. مثلا انا اذا اخترت 16 على انه اللون تحسن اكتر، صار اللون دقيق اكتر او احسن اكتر، يعني اذا عليته انا كمان اكتر بامكاني انا اتحكم باللون او يكون عندي اللون ظاهر اكتر واحسن. عندي القائمة اللي بعدها، واللي هي قائمة جدا 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 كبيرة. فيني افتحها بطريقتين. اول طريقة انه افتح image adjustment، او بفتح الويندو وبعلام بحط علامة صح على الادجستمنت ليطلع لي هون الادجستمنت. عنا اول شيء بالادجستمنت اللي هو علامة الشمس، واللي هو البرايتنس والكونتراست، السطوع تبع الصورة، والكونتراست اللي هي التباين. اول شي عنا البرايتنس، بس انا اذا لقيت هاي الصورة بدها لايت، الضوء تبعه او السطوع تبعه شوي، بعلي من هون. او وعندي كمان التباين، اذا بدي اخلي الصورة فيها تباين اكتر بعلي اياه كمان من هون. عندي اللي بعدها واللي هي الليفل تبع اللون. مثلا عندنا ال RGB اللي هو بيختار لي كل الالوان مع بعض، وبامكاني انا اختار ريد جرين او بلو. عنا اول شي الريد، هلاقي من تحت انه في هي هذا الخط، بامكاني اعدل الريد فيه لحسب شلون. انا اذا عملت هيك بتحول اللون لسيان اللي هو السماوي. اذا رجعت هيك وسحبت هي بلاقي عم يتحول اللون لاحمر اكتر. نفس الشي اذا حطيت جرين سحبت هيك، هلاقي بتحول اللون لبنفسجي. واذا سحبت هيك بلاقي بتحول لا جرين اكتر. بس نستخدم احنا ال RGB دائما مشان يختار لي كل الالوان مع بعض. اذا سحبت هيك حيميل للابيض اكتر، واذا سحبت هيك حيميل للاسود اكتر. يعني بامكاننا نقول هي مثل السطوع. في فوق الفوتوشوب هو عامل خيارات بامكاننا نستخدمها. اذا عملت انا داركر، هلاقي الصورة تحولت لاغمق شوي، وبامكاني اعمل كذا واحدة انكريز كونتراست وميد تونز برايتر. نعرف شلون عملت سطوع او ضوء صار اعلى، يعني خيارات هو مختار الفوتوشوب. اللي بعدها واللي هي الكيرفز، كيرف تبع اللون. ال RGB مثل ما قلنا اللي هي الالوان كلها، وعندنا كمان ريد وجرين وبلو. مثلا انا اذا حطيت الريد هلا وحركت هيك، هلاقي انه عم يحطه على عم يخلي لي احمر اكتر. يعني اذا طلعت هيك لاحظوا شلون عمل لي احمر اكتر، واذا طلعت هيك كمان عمل لي احمر اكتر. مدام بطلع لفوق احمر، واذا مشيت هيك بلاقي حول لي ازرق اكتر. بامكاني انا احط ال RGB كلها، لاحظوا شلون. لاحظوا شلون سحبتها هيك حتميل للسواد اكتر، فبامكاني انا اعمل هيك
وبإمكاننا احنا نحط نقاط بالنص زي لأن احنا نعدي من الصورة. لاحظوا شلون انا خليتها سودة بنفس الوقت وبين النص تبعها مرتفعة يعني، او بإمكاننا نقول انه طاوية اكتر. بس هل يعني انصحكم ما تستخدموها كتير، استخدموه بال بريسيت اللي فوتوشوب هو مختارها. اذا حطيت مثلا كولر نيجاتيف هلاقي حول لي الصورة النيجاتيف يعني كل لون النيجاتيف تبعه. ومثلا اذا بدي ميديوم كونتراست لاحظوا شلون عمل لي فلتر جميل يعني بامكاننا احنا نستخدمه. يعني حاول انك انت تختار من فوق، اذا ما لقيت من فوق بامكانك تعدل من هون. الشي اللي بعده واللي هي الاكسبوجر، اللي هو احنا عنا هاللون، اذا انا عملت هيك سحبت هلاقي اللون صار، شلون بدي اشرح لكم اياها، يعني اللون عمل انفجار او اللون صار واضح اكتر. يعني لاحظوا عملت هيك خلاص يعني صار كله ابيض، حتى بتلاحظوا هون لاحظوا السما من هون شلون، اذا انا قللت هيروح اللون. اما اذا عملت هيك لاحظوا شلون فتحت اللون هون او اللون طلع بوضوح اكتر. عنا الشي اللي بعده واللي هي الفايبرنس اللي هي الحيوية للون. خلونا نختار مثلا هاي، مثلا هاي الوردة حطيت انا الفايبرنس، لاحظوا شلون هاي الوردة اذا سحبت هذا الخط اللي فوق سحبته هيك وسحبت اللي تحت اللي هو السحاب اللي هو التباين، لاحظوا شلون صار في حيوية للصورة أكتر. لاحظوا الفرق بين هاي وهاي، لاحظوا الوردة شلون صار فيها حيوية أو صار لونها واضح أكتر، يعني صار الأحمر زاهي. عنا الشي اللي بعده واللي هو الهيو، واللي هي درجة اللون. بإمكاننا نحن نحط هون ماستر أو ريد مثلا. لاحظوا هون شلون هذا الريد، ضغط انا على الريد الفوتوشوب لحاله حيعالج الشغلات اللي فيها ريد، وبامكاني انا اغير من هون درجة اللون. مثلا انا بدي اياه يميل للبنفسجي اكتر، فسحبته هيك هلاقي انه الفوتوشوب اخذ لي الاحمر بس وحوله. لاحظوا شلون الاخضر ما حوله، حول لي بس الوردة لا بنفسجي اكتر. سحبته هيك لاحظوا شلون مالت للاخضر او العفني بامكاننا نقول، لاحظوا شلون مالت للاخضر اكتر. اصلا هو هلا عم يحول لي بس الاماكن اللي فيها احمر، اذا حولت مثلا انا على الاخضر لاحظوا شلون هيغير لي هي وما راح يغير لي هي، ما انا مبينه معكم منيح. لاحظوا فوق هون شلون عم تتغير، ما عم يغير لي غير الاخضر. الشي اللي بعد color balance، في عندنا مثلا بين السيانو اللي هو السماوي والريد، يعني اذا عملت انا هيك على انه اخذ لي يا اما على السماوي يا اما على الاحمر اكتر. اذا عملت هيك بياخذني بين الجرين والبنفسجي، وتحت بين اليلو والبلو اللي هو الازرق والاصفر. شلون مايل للأصفر أكتر وهيك أزرق أكتر، لاحظوا شلون هيك صارت كأنها كول فيلم اللي هو الفلتر اللي بيحطوه بالأفلام. يعني هي أغلب قائمة الأدجستمنت هي فلاتر بالنهاية، بلاك أند وايت واللي هو بيحول لك الصورة كلها لوايت. إذا أنا مثلا أنا بدي الريد يكون فيه أسود أكتر، عفوا أبيض أكتر، بسحبه للأخير لاحظ شلون وضح لي الابيض بالريد. بدي مثلا الاخضر يكون اسود اكتر، لاحظوا شلون خلالي الوراء اللي هنا خضر اسود اكتر. اذا كان في بالصورة بلو بامكانك تعمل هيك تخليها يا اما اسود اكتر يا اما ابيض اكتر. الشي اللي بعد فوتو فلتر، هو هاي شغلة جميلة جدا فوتوشوب عاملة، بامكانك انت تختار فلاتر فوق. مثل ما قلت لكم في شي اسمه كولينج فلتر، لاحظوا شلون صارت كأنه عم يصور بجو بارد. كانك تختار كذا فلتر هو الفوتوشوب عامله،
ممكن نعمل warming filter، في كذا شغلة بإمكانك أنت تختار. أنا الشي اللي بعده واللي هو channel mixer، واللي هو بيخلي لي الأماكن اللي فيها أحمر تنخلط مع برا، يعني لاحظوا شلون الأحمر اللي بالوردة انخلط مع اللي برا أزرق. أنا بسحبها أكتر لأنه الأزرق صار الوردة زرقاء وبرا أزرق. في عنا الجرين مثلا، يبقاني خلي الجرين بالصورة، يا اما مايل للازرق يا اما للاحمر، والبلو نفس الشي. بامكان تختار من فوق كمان، احسن ما تعدل من تحت بامكانك تختار من فوق الشي اللي هو الفوتوشوب موفره مثل بلاك اند وايت. نعزو مثلا هاي، يعني فلاتر فوتوشوب هو حاطه. الشي اللي بعده واللي هو الانفرت بيقلب لك الصورة، اللي هي مثل النيجاتيف اللي بكل موبايل. وعنا بوسترايز و ثيرس هول، هدول الاثنين لازم انا اتعمق فيهم اكتر. يعني لاحظوا شلون هلا عمل لي شي بامكاننا نحن اي شي بيستخدموه بالفيكتور. يعني لاحظوا شلون عمل لي الصورة هلا مو واقعية، اذا بسحبها انا اكتر صارت الصورة واقعية. كل ما زيد لتحت لاحظوا شلون صارت الصورة مو طبيعية. وال ثريس هولد هاي انا اعتقد انه هي بتعمل سواد بالصورة، يعني اسود ابيض. لاحظوا شلون هي تستخدم بس لتوضيح الشغلات اللي بتكون الصورة بس اسود ابيض ما فيها الوان. اما اذا فيها الوان لا تستخدمها انه ما راح تفيدك. وعندنا السيلكتيف كالر، مثلا انا حاطط بلو، خلينا نختار شي موجود بالصورة مثلا ريد. لاحظوا شلون انا هلأ حولت الشي يلي احمر بالصورة يا اما لا سيان يعني سماوي، واذا برجع هيك بخليها احمر اكتر. عنا بامكاني انا احولها لبنفسجي، لاحظوا شلون هيك حولتها لأخضر أو عفني مثل ما قلنا، وهيك أنا حولتها لبنفسجي. عنا بإمكاني أنا أحولها ليلو أو بنفسجي، كل شي أحمر. يعني لاحظوا شلون ما هاد الخضر ما حوليها بس الأحمر، لأنه أنا مختار أحمر من فوق. بإمكاني أنا أحولها لبلاك وايت. الشي اللي بعده واللي هو الأخير بالأدجستمنت، واللي هو ال بيعمل شي مثل ماسك. يعني مثلا أنا هاي الصورة اللي حطيت هاي على إنه أخذ لي هاد الألوان وحطها بالصورة. لاحظوا شلون صار إذا بعمل هيك، لاحظوا شلون صار الألوان مدموجة مع بعض أو حطيت لها هاد اللون. لاحظوا شلون بإمكانك أنت تغير، كان مستفاد منها يعني بس مو كتير. وهي كانت قائمة الأدجستمنت. عنا الأوتو تون، واللي هي الفوتوشوب لحاله بيلاقي لك أحسن طبقة للصورة وبيختارها هو. انتو ما لاحظتوا الفرق بس هو في فرق بس بسيط. عندنا الاوتو كونتراست، خليني اعطيكم صورة تانية لتبين معكم. مثلا هي الصورة استفتحت انا عملت اوتو تون، استفتحت وعملت اوتو تون. لاحظوا شلون غيرت لي الالوان او لقيت الطبقة الممتازة للصورة وحطتها. في عنا الاوتو كونتراست،
يكشف لك التباين الممتاز ويحط لك اياه. في عنا الاوتو كالر، بيختار الفوتوشوب لحاله الكالر المناسب وبيحطه. عنا الايمج سايز، انت اذا انت بدك تغير الحجم تبعه، بس انا بدي احطه هون 400. نعرف شلون كبرت الصورة. عنا الكانفاس سايز اللي هي تحت الصورة، واللي هي الخلفية اللي تحت الصورة. مثلا انا هون كبرتها هيك، نعرف شلون كبرت اللي تحت. اذا بدنا نضيف شي كان كنت تكبر احسن ما ترجع تفتح نيو وتفتح صفحة جديدة. بإمكانك تعمل كروب للصورة، كانك تعمل تريم واللي هي تظبط. بس انا هلا اذا عملت توب ليفت بيكسل كالر، لاحظوا شلون اختفى الشي اللي على الاطراف، وحاول يعمل اطار او ظبط الصورة بحيث تكون الخلفية مع الصورة واللي هي الفاضية، وبإمكانك تحط لها لون والصورة نفس الحجم. الشي اللي هو بعده اللي هو دوبليكيت، اذا انت بدك تعمل كوبي للصورة. مثلا عملت هلا اوكي، عملت كوبي. وهيك يا شباب بنكون وصلنا لاخر الحلقة، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بنفس الوقت. ولا تنسوا تكتبوا لنا تحت بالتعليقات اذا حدا ما فهم شي، بامكاننا نرجع نعيده. ومع السلامة.